لاشتراك الكهانه والسحر في امرين وهو أه وهما الاول ان الساحر والكاهن كلاهما يستخدم الجن والثاني ان الساحر والكاهن كلاهما يستخدمهم الجن او يستخدمهما الجن وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض فهذا الكاهن او الساحر يستمتع بالجن يخبرونه بالاخبار وبما ياتونه بالامور وغير ذلك وهو كذلك يقدم للجن ما يريدون من الكفر بالله تبارك وتعالى وغير ذلك من المعاصي العظيمه